أقامت جمعية دار الكتاب المقدس احتفالاً لتخريج دورة تدريبية للقادة من مختلف الكنائس في المملكة، وذلك في قاعة النادي الأرثوذكسي في عمان. التقرير التالي يستعرض أهم ما جاء في الاحتفال. احتفلت جمعية دار الكتاب المقدس بعمان بتخريج نخبة من الشباب والشابات ممن شاركوا في دورة القادة من مختلف الكنائس المحلية في محافظات المملكة، حيث رعى حفل التخريج سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وحضره عدد من الآباء الكهنة والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وجمع من المدعوين. وفي كلمته أمام الخريجين أكد المطران الشوملي أننا دائما بحاجة إلى الله أن نسمعه وأن يسمعنا وأن نتواصل معه كمحبين ومطيعين. فاعلية كلمة الله في حياة الشباب، وفعلا العنوان اللي أعطيت رائع. يعني إحنا ليش بنقرأ الكتاب المقدس؟ بسبب فاعلية كلمة الله. تذكروا لما أجا قائد المئة عند يسوع وقال له عبدي مريض اشفي لي اياه، يسوع قال له انا جاي اشفي على البيت. قائد المئة قال له لست مستحقا ان تاتي الى بيتي، ولكن قل كلمه، قل كلمه. كلمه يسوع كانت فعاله بحيث انها شفت المريض عن بعد، كانه بالريموت كنترول ودى الشفاء للبيت. ولما رجع قائد المئة تيقن إنه الشفاء تم في نفس اللحظة اللي كان فيها عند يسوع. نحن بحاجة إلى التواصل مع الله، هذا ينقصنا. نحن بحاجة إلى الله أن نسمعه وأن يسمعنا، أن نكلمه وأن يكلمنا، أن نتواصل معه كأصدقاء محبين ومحبوبين. أصبح اليوم إدمان من طرف الشباب على وسائل التواصل، مش بس الشباب، حتى أطفال صغار عمر 4 سنين بيكون منزورهم في البيت حامل السمارت فون وبيلعب فيه. إذا بدك تعمل جريمة اسحبه من إيده بتولع. ثمة إدمان على وسائل الاتصال، يمضي الشباب وقتا لا بأس به معها. نحن بحاجة إلى أن ندمن على أمر آخر، على أن ندمن على التعاطي مع كلمة الله، إنها رسالة صديق إلى أصدقائه. هلا بدي أحكي كلمتين. أولا فاعلية كلمة الله في ذاتها، وفاعلية كلمة الله فينا نحن الشباب. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم. كما ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بمستوى الدورة التي أقيمت على مدى 3 شهور في النادي الأرثوذكسي بعمان، والتي ركزت محاورها على زيادة المعرفة في الكتاب المقدس، إضافة إلى تزويد المتدربين بمهارات تطبيقية متنوعة اشتملت على مختلف الجوانب الحياتية. استمراريتنا بوجود شباب مثلكم عندها هذا الشغف، حب الإنجيل، حب المساعدة، حب النمو الروحي، حب ننضج بالكنيسة وفي المجتمع، وقبله أنضج أنا نفسياً ودينياً وروحياً، لأنه إذا ما عندي كيف بدي أعطي؟ إحنا شجرة ناخد منها الجذور ومنوزع للباقيين. اليوم إحنا بنتوج كورس امتد لثلاث أشهر مع نخبة من شبابنا وصبيانا بالأردن، اللي إحنا شعرنا فعلياً بمسؤولية تجاههم، وشعرين إنه هم يستحقوا منا كدار كتاب مقدس وككنيسة اليوم، حتى كمجتمع يستحق شبابنا اليوم إنه نلتفت إليهم، بيستحقوا منا إنه نستثمر فيهم، نستثمر في حياتهم، لأنه اليوم ما في 2 بيختلفوا عن إنه إذا أردنا إنه نصنع للمستقبل فرق كبير، لازم اليوم نشتغل على شبابنا، على صبيانا، نمكنهم، ندربهم ونأهلهم حتى يكونوا قادرين إنه يقودوا في المستقبل.
اليوم بنحكيها بكل أمانة، المجتمع والكنيسة والمؤسسات المسيحية بشكل عام بدنا نكون متواضعين ونعترف أنه في نوع من التقصير تجاه شبابنا والأجيال الناشئة. علينا نلتفت إلهم أكثر، الفرص اللي في بلادنا في منطقتنا كثير ضئيلة إلهم، هذا الشيء عم بيدفعهم أكثر لترك البلد للهجرة ليبحثوا عن فرص إلهم بالخارج. علينا أن نشتغل أكثر، علينا أنه نلتفت إليهم أكثر، علينا أنه نهيئ البيئة ونهيئ المكان ونهيئ الظروف أكثر معهم، نسند معهم أكثر، لأنه بيستطيع شبابنا إذا آمنا فيهم وآمنا بقدراتهم أنا متأكد أنه بيستطيعوا يعملوا تغيير، بيستطيعوا أنه على الأقل الوقت الجاي يكون أفضل بكثير من الوقت الحالي من الوقت اللي مضى. هذا اللي اليوم فرحانين فيه، فرحانين أنه هاي النخبة مش بس من عائلة كنسية واحدة، لكن أنا فعلا فرحان أنه وإحنا بأسبوع الصلاة لأجل الوحدة الكنيسة أنه هاي النخبة بتشمل عدة عائلات كنسية، إذا بقدر أقول أنه ولا عائلة كنسية غايبة بتمثيلها من الشباب في هاي الكورس. رائع جدا لما نشوفهم مع بعض بدرسوا مع بعض بتدربوا مع بعض، كان في فرص انهم يضحكوا مع بعض وفرص حتى انهم يتعاطفوا ويبكوا يمكن مع بعض في بعض الكورسات زي الصدمات النفسية وغيرها من الكورسات اللي قدمت. حاولنا قدر الامكان كدار كتاب انه نقدم افضل شيء، لكن كمان هي عبارة عن بداية معهم، خطوة أولى خليني أسميها أو الحجر الأول في البناء، لكن في عنا رؤية كدار كتاب مقدس في الأردن أن يكون في عنا بايبل أكاديمي اللي يكون فيها باستمرار عنا برنامج مستمر ومنتظم من أجل شبابنا وإعداد الجيل للمستقبل. الدورة اللي أعطيت أو البرنامج خليني أحكي اللي أعطي، أول شيء برنامج ثري جدا، غطى عدة جوانب، غطى أشياء فكرية، فغطى معلومات فكرية، معلومات تتعلق بالدفاعيات، معلومات تتعلق بالكتاب المقدس، غطى مهارات شخصية من الوعي بالذات لتنظيم الوقت للأولويات للشخصيات وإلى آخره من هاي المواضيع العملية. وأيضا الجانب الثالث هو التطبيق العملي في حياتنا. الكتاب المقدس بيحكي بكولوسي 3:16 لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، فكان تركيز كتير اللي بيوحدنا هو الكتاب المقدس ويسوع المسيح. فكان حلو تشوف مجموعة من الشباب من كل الطوائف مجتمعين في نفس الوقت في نفس المكان حول الكتاب المقدس، حول شخص يسوع المسيح. الأمر الثاني إنه البرنامج ما غطى بس أهل عمان، لكن غطى الزرقاء وغطى مادبة وغطى السلط وبعض المحافظات الأخرى، وهذا كان أمر رائع جدا. فأنا بتوقع جميع الكتاب المقدس عملت تأثير ولو بسيط لكنه عميق، وأظن رح نشوف هذا التأثير على المدى الطويل في اجتماعات الكنائس وفي وحدة الكنائس، لأنه بالآخر اللي بوحدنا أكثر بكثير من اللي بفرقنا. وفي ختام الحفل سلم المطران الشوملي المتدربين شهادات التخرج والتقط الحضور صورة تذكارية بهذه المناسبة. قدستني لشخصك يا قدوس.